خط الدفاع الأول للأطباء. المشاكل كثيرة والضغوط عنيفة والواقع أقل بكثير مما نتمناه. فالنقابة هي حصنكم. الجزء الأعظم من وقت نقابة حاليا بيكون عشان حل المشاكل بتاع الدكاترة، محاولة حمايتهم، محاولة تحسين وضعهم سواء مع رئيس الدولة كلها، سواء مع المرضى، سواء مع في الخارج. نقابة نفس الجهد اللي يبذل في الداخل يبذل في الخارج. إذا كان في مشكلة للدكتور في أي مكان في العالم، وسواء فرادة أو سواء جامعات، يعني مثلا مشكلة أطباء الطب الطبيعي وخلافه. إنما في الحقيقة دور النقابة المفروض يكون أكثر من كده وأكبر من كده. والجزء الأهم هو عملية التخطيط والتشريع وعمل استراتيجية للمستقبل، وده محور عمل الجمعية اليومية بتاع النهضة. تلاحظوا إن فيها موضوعات كثيرة، إنما هذه الموضوعات تدور حوالين استحداث تشريعات وقوانين وقواعد للمستقبل، سواء كان للأطباء أو للمهنة أو للتعليم الطبي أو للدواء. دي المجالات اللي النقابة قانونا هي المسؤولة عن التخطيط والتشريع ووضع الاستراتيجية بتاعتها. فالجمعية العمومية النهاردة بالإضافة إلى الروتينيات اللي هي تقرير الأمين العام، تقرير أمين الصندوق، الميزانية، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليه، الجزء الأعظم منها هو نظرة للمستقبل. إيه اللي يجب أن يكون عليه تشريع عشان يتصلح الحال، وعشان ما يبقاش عندنا مشاكل كل يوم نحلها من المنبع، من المنبع. فمعلش هتصبروا معانا شويه، انما ده في سبيل ان يبقى مستقبلنا افضل من حاضرنا وافضل من ماضينا. طيب هل الامين العام السلام عليكم. هحاول اتكلم عن تقرير الامين العام عن الاعمال اللي اتعملت السنه اللي فاتت. حاول ان ما يبقاش كلام روتيني. نتكلم على المساحات اللي فيها نجاح والمساحات اللي ما زالت تحتاج للدفع. وبعد ان شاء الله ما هخلص التقرير هيبقى فيه الجزء المالي اللي هو جزء هام جدا هيتكلم فيه دكتور احمد حسين، تقرير امين الصندوق والميزانيه والجهاز المركزي. 2014 ابتدت مع مجلس جديد بسقف امال عالية جدا، ماشي. في بداية 2014 كان راتب الطبيب حديث التخرج شيء كله حوالي 950، وما كانش فيه نبطشات لاطباء التكليف. شغل الاطباء وكفاح الاطباء مع انقاذتهم لم يحقق لنا الكادر او الحاجات اللي احنا بنصبوا ليها، ده حقيقي. ولكن النهارده حديث تخرج مرتبه 1700، وان شاء الله في 1/7/2015 مع تطبيق اخر مراحل قانون 14 هيوصل ل 2000، ده غير 150%، يعني حوالي 300 خاضعين للتقييم غير فلوس النبطشات. انا ما بقولش ده علشان نعتبر ان ده غايه المراد من رب العباد، لكن احنا عارفين ان ده جزء من مشوار طويل احنا عايزين نمشيه سوا. لكن بقول ده لان الناس احيانا بتقول مفيش فايده، مفيش حاجه بتتعمل، رحنا ولا جينا، اتكلمنا ولا ما اتكلمناش، مفيش حاجه بتتحرك. لا، في فايده، في حاجات بتحصل مع شغل الناس وتضامنها وتضامنها مع نقابتها. ولسه قدامنا مشوار طويل عشان نحقق اللي احنا عايزينه.
هيتعرض عليكم النهاردة إن شاء الله مشروع الكادر المعدل اللي هيقدم لنا عديد من التحسينات، أهمها الحقيقة في رأيي تحسين للمعاش، لأن إحنا بالقانون اللي في إيدينا وإن كنا حسنا الأجر بدرجة أو بأخرى، لكن ما زال معاش الطبيب لما يطلع المعاش بينزل لألف جنيه، يعني ما عندوش أي أمان في فترة من العمر يحتاج أن يجني ثمار حياة وظيفية طويلة. فالمشروع بتاع الكادر فيه جزء هام على في الحقيقة كلام في كذا حاجة مهم، ولكن في رأيي إذا سمحتوني بعيدا عن الرؤية الرسمية اللي هتقدم، في رأيي أهم حاجة فيه الجزء الخاص بمعاش الأطباء. مجلس نقابة حقق في مجال مهم تاني، الدراسات العليا. احنا طبعا عملنا شغل، وكان في النقابات الفرعية شغل هام على مخاطبات لكل الجهات اللي بتقدم فرص دراسات عليا اللي هي الجامعة والزمالة، لان احنا عندنا فرص دراسات عليا دلوقتي تكفي نصف خريجين كل عام. السنة دي بالفعل في الدور الاخير اللي فات قبل بالزمالة 4000 طبيب بدلا من 1500، يعني في زيادة، أول ثمرة لجهدنا زيادة 2500 فرصة دراسات عليا. ثاني، ده مش اللي احنا عايزينه، ده أقل اللي احنا عايزينه، ولكن الأمور بتمشي لقدام بفضل تضامن الناس وجهد الناس وتضامننا جميعا سوا. عندنا مشاكل عديدة تانية، القطاعات الغير مخاطبة بقانون 14، تأمين الصحي، المؤسسة العلاجية، مستشفيات الطلبة والإدارات الطبية بالجامعات، والأطباء المنتدبين للجيش، مستشفيات القوات المسلحة. القطاع ده احنا عقدنا ليه عدد من المؤتمرات واللقاءات، واخر جهد فيه كان الوقفة اللي النقابة نظمتها الخميس اللي فات، يعني من 8 ايام بالضبط، بالاضافة للقضية اللي اترفعت حوالين الحق في المساواة في الاجر. الحقيقة احنا عندنا شؤون قانونية نشيطة وعاملة دور جيد، لقوا نصوص دستورية تمنع عدم المساواة في الأجر للأطباء، للناس اللي بتقوم بنفس العمل، بالإضافة لحكم سابق للقضاء الإداري صدر كان رئيس المحكمة اللي أصدرته كان المستشار عدلي منصور. فالحقيقة ده هيبقى سند قوي في القضية. وبالإضافة الخطوات اللي احنا عاملينها دي، النقابة بتؤكد زي بنأكد مع كل زملائنا من التأمين الصحي او المؤسسة العلاجية او مستشفيات الطلبة بيساندونا، النقابة شايفة ان هو يحيق بيهم ظلم بالغ، والنقابة تساند حقهم القانوني في حقهم القانوني والدستوري في تقاضي نفس الاجر اللي بتقاضاه زملائهم بيقوموا بنفس العمل في مستشفيات العامة والمركزية والتعليمية، والنقابة بتساند دفاعهم عن حقهم ده بكل الطرق المشروعة. النقابة خدت دور، يمكن يعني احنا سعداء ان السنة دي ابتدى يبقى فيه علاقة اقوى بين النقابة وبين صف الجامعة، زملائنا من اعضاء التدريس. كان قبل كده الناس متخيلة ان النقابة قاصرة على المشاكل بتاعة وزارة الصحة. كان في موضوع مهم وهو قانون المستشفيات الجامعية اللي اشتكى منه الزملاء اعضاء هيئة التدريس، والنقابة فعلا عملت مؤتمر جمع النقابة بيهم واعترضنا على القانون، مما ادى الى وقف هذا القانون عن الصدور، وحاليا في مناقشات وفي قانون بيصاغ ما بين اعضاء التدريس نفسهم والنقابة طرف فيه علشان يقدم للتشريع. لان الحاجة الاساسية اللي احنا عايزين نقولها ان اي قانون بيصاغ لمجموعة من الناس لازم اصحاب المصلحة يبقوا طرف فيه يناقشوه يقولوا رأيهم. يعني اعضاء التدريس كانوا معترضين على حاجة اساسية، الفصل بين المستشفيات الجامعية والكلية اللي هي تابعة ليها. طب المستشفى هي روح كلية الطب، مش ممكن افصل بين المستشفى وبين الكلية. النقابة كان ليها دور مهم مع أطباء التكليف، الزملاء اللي مشرفينا النهاردة اللي بنحتفل بيه أو اللي هيستلموا، أنا أسفة، الزملاء اللي هيستلموا
المشرفين النهارده اللي هيستلموا الدفعه اللي قبلهم مباشره كان عندهم مشاكل عديده في التكليف، وكان في محاولات لتغيير قواعد التكليف اللي كانت هتطبق على اللي بيحلفوا اليمين النهارده وهيستلموا في خلال ايام. التغيرات دي احنا كنا بنشوف فيها ما بين السطور محاولات الغاء للتكليف. التكليف حق اساسي للطبيب حديث التخرج، كما انه حاجة اساسية لتقديم الخدمة الصحية في قطاع البرايمري هيلث كير او قطاع الرعاية الاساسية. الغاء التكليف كما رآه مجلس نقابة كارثة، سواء على الاطباء حديث التخرج او على المواطنين اللي محتاجين للخدمة في قطاع الرعاية الأساسية. عشان كده موقع النقابة كان ليها دور في منع التفصيلات الصغيرة اللي احنا كنا شايفين ان هي بتحرف الدفة ناحية التخلص من التزام وزارة الصحة بالتكليف. النقابة من ضمن الحاجات اللي احنا سعداء ان احنا عملناها ان احنا طبعنا كتاب ارشادي فيه في المصروفات او في الاشتراك اللي بيدفعه كل حد فيكم مبلغ لمجلة النقابة. الحقيقة ان احنا خدنا فلوس المجلة، احنا كنا ملاحظين احنا يعني احنا اطباء معاكم يعني ملاحظين المجلة ما بتقرأش بالاهتمام الكافي، ففلوس المجلة اتعمل بيها مطبوع اعرف حقك، عملناها مطبوعات يعني نفس البند بدل ما هو مجله بقت مطبوعات، اتعمل بيها كتيب اعرف حقك. كتيب اعرف حقك موجود بي دي اف على موقع النقابه، وبنوزعه الحقيقه في كل مجال بنديه لمندوبي النقابات الفرعيه لما بيشرفونا علشان يتوزع. الكتيب فيه العديد من القوانين والقرارات والرد على استفسار، وكتيب اتعمل كحصيله لكل المشاكل والاسئله اللي جات لنا في لجنه الشكاوي، زي مثلا الخصم في اثر رجعي، زي حق الدكتوره في انها تاخد تتخفف من البطشات في اخر شهور الحمل، حاجات هامه وكبيره زي مسحوقات ماليه وحاجات تفصيليه جات لنا بها شكاوي كثيره، فجمعت في هذا الكتيب ويعني هو موجود وبيتوزع مجانا يعني بديلا عن مجله النقابه. النقابة بتعمل بالفعل دلوقتي ابتدينا نعمل دور مع الأطباء المصريين في الخارج عن طريق لجنة العلاقات الخارجية. احنا عندنا حوالي نص أطبائنا في الخارج، واحنا مش بنعتبر ان الطبيب لو ضاقت به سبل الرزق في مصر واضطر للسفر انتهت مسؤوليتنا عنه، لان احنا يعني اذا كنا مسؤولين ان احنا نحاول نحسن ظروف عمله واجره ومعاملته وامانه في مصر، فلما يبقى عندنا نص اطباء في الخارج يبقى فيه دور هام جدا للجنه العلاقات الخارجيه وللنقابه بالمتابعه مع الخارجيه المصريه واتحاد الاطباء العرب وكل الهيئات اللي تقدر تضمن لنا ان احنا نصون طبيبنا ندافع عن حقه في اجر محترم. يعني عندنا مشاكل حديثه زي تخفيض اجر الاطباء في السعوديه لجي بي وهم حاصلين على ماجستير لمشاكل في الاعتراف بالشهادات، فده مجال من المجالات الجديده اللي النقابه بتعمل دور فيها. تم استحداث فعاليات صالون الثقافي، عشان احنا عندنا فكره ان الطبيب لازم يبقى يعني النقابه هتقدم دعم للطبيب في المشاكل الماديه والتعليميه، وايضا عايزين طبيب عنده متنفس انه يمارس كطبيب نشاط ثقافي اذا كان طبيب له اهتمام بالقصه بالسينما بالشعر. الحقيقه من الحاجات الجميله اللي بفخر بيها ان اتنظم السنه دي مؤتمر للنقابات الفرعيه، كان مؤتمر مثمر ناقش عديد من الموضوعات الهامه، تعديل قانون النقابه، تعديل قانون الكادر، قانون المسؤوليه الطبيه، وكثمره ليه في حاجتين اكتملوا بالمؤتمر وبورش العمل هيعرضوا على حضراتكم، اللي هو مشروع قانون جديد للكادر. لان مشروع قانون الكادر اللي احنا قدمناه سابقا اتقالنا اعتراض عليه ان ده مش حاصل في اي حته في الجمهوريه، القانون مصاغ بشكل غير قانوني وبالتالي ما نقدرش نقره، فاحنا شفنا ازاي في قوانين لكوادر خاصه زي كادر القضاء وصغنا على غراره، قدم لمؤتمر النقابات الفرعيه.
واقترحت عليه بعض التعديلات، التعديلات يعني وافقت عليه مع بعض التعديلات، التعديلات دي اتعملت، وهذا المشروع هيقدم لحضراتكم. عشان زي ما احنا قلنا ان احنا مش معتبرين قانون 14 ده الكادر، معتبرينه تحسين منه خطوه، اما الكادر فهو اتناقش فعلا يتقدم لحضراتكم. يقدم لحضراتكم ايضا حاجه هامه جدا من ثمار مؤتمر النقابات الفرعيه اللي هو مشروع المسؤوليه الطبيه. لحد دلوقتي الطبيب اللي بيتعرض مريض بيعالجه لمضاعفات او الوفاه، الطبيب بيتحاكم بقانون الجنائي، وده ظالم جدا للاطباء. مفيش في قانون الجنائي ما يلزم وكيل النيابه اللي بيتعرض عليه الطبيب انه يرجع لراي لجنه فنيه او لجنه طبيه، وبالتالي يا اما وكيل النيابه بيقدر على بقدر معلوماته الوضع، يا اما بيفكر من نفسه انه يحيل على الطب الشرعي او على لجنه تديله تقرير فني. الكلام ده فيه ظلم شديد للاطباء. الحاجه الاساسيه في القانون انها بتمنع ده، بتخلي فيه محاسبه للخطا الطبي عن طريق الزام بالاحاله للجنه فنيه. مش عايزه اطيل عليكم. اخر نقطه يمكن اتكلم عليها، ان احنا فخورين في المجلس بان احنا صحينا دور الشؤون القانونية، بقى عندنا شؤون قانونية قوية، لان الدور القانوني للنقابة حاجة هامة، سواء في التقاضي اللي النقابة بتطلب فيه حقوق اساسية مش عند الاطباء، ماشي، زي قضية الطب الطبيعي اللي احنا والحمد لله لسه كسبينها، وفي ظرف اسبوع هنستلم فرقها التنفيذية علشان نقدر نرجع الحق لمكانه، ان مفيش حاجة اسمها فصل بين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي، الاثنين بيشتغلوا مع بعض لصالح المريض مع كامل الاحترام لكل التخصصات. دي معركة اخدتها يعني انجزت فيها الشؤون القانونية. غير كده في حقيقة شكاوي شخصية كتير بتيجي النقابة، بقى الأطباء بيجوا النقابة لما يبقى في مشكلة يتقدموا للشؤون القانونية، يا إما في حالة بتتحل بالمذكرة، الشؤون القانونية بتدعمهم بمذكرة والمشكلة بتتحل عند مستوى النيابة الإدارية، أو لو حاجة أكتر من كده بيقوم محامي النقابة بالحضور مع الأطباء، سواء الأطباء دول كانوا في مشاكل إدارية أو في مشاكل مقبوض عليهم في مشاكل سياسية. حق النقابة، حق أعضاء النقابة على النقابة إن تدعمهم الشؤون القانونية في كل ما يخص حقوقهم القانونية والدستورية، وده دور يعني توسعت فيه النقابة السنة دي، وإن شاء الله نتوسع ونقوي الشؤون القانونية بتاعتنا أكتر وأكتر. يبقى نقاط بسيطة زي كارت الخدمات وزي التأمين ضد أخطاء المهنة. فقدت التقرير، مش عايزة أطيل عليكم. هل معنى كده إن إحنا راضيين على اللي عملناه؟ لا، مش راضيين، لسه قدامنا رحلة طويلة، ويمكن قدامنا شق أساسي من شغلنا، وهو إن إحنا كنا بنتكلم دايما إن إحنا عايزين نمشي على خطين، مصلحة الطبيب بما ينعكس على مصلحة الخدمة الصحية. في مصلحة الطبيب هناك خطوات أقل من اللي إحنا عايزينه بكتير، لكن هناك خطوات. ما زلنا لحد النهاردة ما شفناش ثمار في تحسن مستوى الخدمة الصحية. أحد أهم الحاجات اللي نقابة الأطباء تتمناها إن مستشفياتنا وأطبائنا يبقوا بيقدموا خدمة فخورين بيها. إحنا لسه مش قادرين نبقى فخورين بمستوى الخدمة المقدم. يمكن المعوقات اللي خارجنا وغصب عننا كتير قوي، ولكنها من المجالات الهامة اللي لازم النقابة تسعى فيها علشان إن شاء الله نقدر نحقق الحلم اللي إحنا عايزينه، طبيب كريم في مستشفيات محترمة وتقديم خدمة محترمة لأهلنا، ومستقبل أسعد إن شاء الله لأطبائنا سنة بعد سنة. شكرا جزيلا لكم. يقدم تقرير أمين الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. وطبعا يعني من الحاجات الصعبة في أي هيئة أو مؤسسة من الصندوق، لأنه بيبقى الشكل اللي مش مرغوب لدى أصحاب المؤسسة أو الأعضاء في المؤسسة. من الحقيقة اللي بيدير الإدارة المالية طبعا ومعايا الزملاء من جميع الإدارة المالية بيبقوا حريصين على تحقيق
أو منوطين بتحقيق المعادلة الصعبة، خاصة في المجال النقابي. الأنشطة اللي سردتها الدكتورة منى أعتقد أنها مش كل الأنشطة اللي تمت في النقابة. الإدارة المالية بتبقى مطالبة أنها تحقق هذه الأنشطة بأقل تكلفة وتعظم الإيرادات، ده في ظل لأسباب مختلفة كانت النقابة ليها فلوس متأخرات وعليها مديونيات. اللي قدرنا نعمله في السنة 2014 طبعا بدعم كل أعضاء مجلس النقابة والإدارة المالية، إن احنا يعني أعتقد الحمد لله إن احنا حققنا جزء من المعادلة الصعبة بتفاعل حضراتكم ومجلس النقابة الحالي والقادم، إن شاء الله تزيد جمال ومصداقية هذه الصورة وترابط الأطباء. الحقيقة معظم المشكلات اللي كانت بتواجهنا عدم تحصيل الاشتراكات، كنا دايما بنصطدم بمواقف صعب ننفذ القانون حرفيا على زمايلنا واساتذتنا الاطباء ولا نعمل ايه. ومن الحاجات اللي بتيجي مناقضات اعتقد دوريه كل سنه من الجهاز المركزي عدم تطبيق القانون. طب قانون النقابه بيقول عدم تسديد الاشتراك الفصل والشط من جداول منه، فهل احنا نقدر كمجلس نقابه بيسعى لتقديم خدمه نقابيه ان اول حاجه نتخذها في العقوبات او في الاجراءات لعدم تسديد الاشتراك الشط من جداول القيد؟ اعتقد ان هذه حاجه صعبه ومستحيله على اي مجلس نقابه. فالفكره الاصعب ان احنا نحاول نحفز الناس ان هي تيجي تسدد اشتراكاتها وترتبط بالنقابه وتفعل من النقابه، وكان ده من اهداف زياده الانشطه النقابيه. وعملنا حاجه اعتقد ان هي مشروعه، ان وقفنا الخدمات لاي طبيب ما سددش اشتراكه، طبيعي على سيستم الكمبيوتر لما يجي يطلع اي خدمه نقابيه سواء شهاده سواء اشتراك في رحله سواء في مشروع اشتراك في مشروع العلاج لازم بيسدد الاشتراكات المتحصلة. اعتقد ان الاسلوب الايجابي لتحفيز الناس لسداد الاشتراك جاب ثماره، وان لم يكن بالشكل اللي يسدد كامل متأخرات الاشتراكات. هنعرض جزءا. في حاجه كمان اعتقد ان هي دي برضو موجوده مع حضراتكم في التقرير، من الانشطه النقابيه رغم ان هي زادت اضعاف عن 2013 ولكن كانت تكلفتها اقل من 2013. زي ما قالت الدكتوره منى كده، قصه مجله الاطباء كان بعض اساتذتنا من الزملاء برضو اثار استفسار عن عدم تسديد التحصيلات ديت في محلها وهي طباعه مجله الاطباء. ويمكن عرضت برضو الموضوع على استاذنا الدكتور خيري ان القصه مش قصه ان انا اطبع مجله واوزعها ومقالات، واحمد حسين وسيم من اساتذتنا وحضراتكم ومن نقابات الفرع يكتب مقالات قد تعني الأطباء وقد لا تعنيهم وقد يحتفظوا بها وقد لا يحتفظوا بها، ولكن فكرنا ان احنا نعمل حاجة فعلا ماسة بتمس الأطباء في مهنتهم. في حاجات كتيرة احنا ما بنعرفهاش في الإداريات وفي القانونيات وعند الصراف والخزنة وإيه اللي لينا وإيه اللي علينا وإيه اللي اتخصم. جمعها دكتور إيهاب الطاهر بمجهود منه مع أعضاء بعض من أعضاء لجنة الشباب في مجلس النقابة العامة وفي النقابات الفرعية، وجمعنا هذه الردود وطبعت في منشور وفي مجلة اسمها اعرف حقك. أعتقد إن هي لاقت قبول والناس بتسألنا عليها. كان في الموقع النقابة بنشكر عليه اللجنة الإعلامية الحقيقة، لأن النتيجة من التطوير الموقع زاد الترابط وكان موقع تفاعلي، الناس تقدر تدخل وتحدث بياناتها وتسجل بياناتها وتدلج آرائها وتلقى الردود على هذه الآراء أو التعليقات.
المحصلة ان موقع النقابة كان لحد وقت قريب كان هو الموقع الاول في بين مواقع النقابات المهنية، اعتقد دلوقتي بقى الثاني بعد نقابة الصحفيين، او ما زال الاول. الاول ما زال الاول دكتور حسام، اعتقد ان ده مقبول وسنتدارك الروتينية بتاعة الرسم مجلة الاطباء في ان هي هتبقى تغير المسمى، تبقى مطبوعات وموقع نقابة. دكتور خالد هنقول بنطرح على الجمعية العمومية توافق. ما احنا ما اهدرناوش، احنا بالفعل اصدرنا في مجلة وخد راحتك، يعني سميناها اعرف حقك. هنقول بس مقتطفات من التقرير المالي اللي هو مع حضراتكم. عمل الاطباء في الاصول الثابته كانت في 2014 كانت 12,849,663، حصل زياده بنسبه 1,152,840 جنيه. الزياده ديت سببها ان احنا اعدنا تقنين مبالغ كانت معطاة للنقابات الفرعية بشكل دعم، والزملاء المجلس النقابة السابق ولهم كل الشكر في التوجه ناحية دعم النقابات الفرعية، ولكن لم يكن هذا الشكل من الدعم مقنن، لأنه في الحقيقة كان دعم في شكل اشتراكات. عملنا عقد مشاركة مع نقابة المنيا في مقرها الجديد، كان مبلغ اعتقد ان هو دين كان شبه معدوم بمبلغ 350,000 جنيه. ابرمنا عقد مشاركه مع نقابه اطباء اسيوط في نادي، والنادي ده اللي بعدنا ان شاء الله هنتمنى عليهم ان هم يتابعوا ايرادات، مش زي النوادي اللي كنا بنسيب فيها فلوس وما بنتابعهاش. نادي منشا وهيجيب ان شاء الله ايرادات. عملنا تعاقد عقد مشاركه فيه بال 250,000 جنيه، زودنا حصتنا في نادي المحله الكبرى استاذنا الدكتور مجدي موجود بحوالي 344,000 جنيه. حصل شراء استندات في شقه حلوان، تجهيز مبنى الجلاء بجزء مخصص لينا، لمبنى الجلاء ده بتاع اتحاد المهن الطبيه واحنا لينا دورين مستغلين فيه. حصل فيه تركيبات بحوالي 50,000 جنيه. عدنا تشطيب شقه نقابه مرسى مطروح اللي هي في مرسى مطروح حوالي 20,000 جنيه، وتستخدم كمصيف ان شاء الله من الصيف اللي جاي. في اضافه لبعض الاجهزه الكهربائيه بحوالي 15,000 جنيه. في اعمال تحت التنفيذ 200,000 جنيه زي مشاركه في نادي بورسعيد. بعدين في المدينه معارض السلع المعمره، كان السنة اللي فاتت المديونيات لدى الغير على السلع المعمرة كان 9,404,708، نقصت السنة دي بحوالي 3,509,466، ودي نتيجة نشاط الإدارات المعنية في النقابة، الإدارة المالية والشؤون القانونية وتحصيل السلع المعمرة في متابعة معرض 2013. في مديونيات من معارض سابقة من 93، الحقيقة هي لم تسقط منها وما زالت موجودة، وأنا اللي بستأذن حضراتكم في إن احنا ناخد قرار جمعية بتفويض مجلس النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء داخل لائحة النقابة سواء بالإجراءات القضائية لتحصيل هذه الديون، لأن الحقيقة المعارض دي من 93 اللي بيحصل ان مجالس النقابات المختلفة ولها العذر في ذلك ان هي تضع صفة الزمالة وفي الاساس الاول في تحصيل هذه الديون، ولكن اللي عايزين نعرفه ان في جزء من ميزانية النقابة بندعم به صندوق الرعاية الاجتماعية اللي هم مين؟ هم الاطباء اللي بيبقوا ذوي احتياجات في ظروف تصل للكارثه. في لسه امبارح في طبيب زوجها طبيب عايز يسافر بره عشان يغير حاجه مش لاقي حد يعينه، كان في حد من اساتذتنا مراته اتحرقت تداين عليها،
الفلوس دي اللي ما تسددتش في المعارض من 93 اولى بيها الاطباء ذوي الاحتياجات في وضع مأساة او وضع حاجة ماسة. انا بتمنى على حضراتكم ان يبقى في قرار في الجمعية العمومية بتفويض مجلس النقابة واداراته باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتأخرين عن سداد هذه الاشتراكات في المعارض السنوات السابقة سواء بلوائح النقابة او سواء باتخاذ الاجراءات القانونية مع تحفيز العاملين داخل الادارات المعنية في النقابة بإعطاء رواضح. وقبل كده الدكتور خالد سمير امين الصندوق السابق كان اقترح هذا وانا بؤيد هذا الاقتراح. تفضل. يمكن متفق شبه متفق عليه في مجلس النقابة ان النقابة العامة لا تدخل في المعارض السلع المعمرة بتحمل او تحمل الاطباء والفلوس الاطباء في هذه المعارض. وتحايلنا او مش تحايلنا بشكل قانوني قلنا هننظم معارض في عرض جاينا من احد البنوك بحيث او هيقوم بتحصيل هذه المستحقات بينه وبين الاطباء. النقابة لا تدخل في اي مخاطرة مالية في هذه المعارض. ارصدت البنوك كانت السنة اللي فاتت 2,626,229,000 زادت السنة دي بحوالي نسبة 3,930,000. سبب الزيادة دي طبعا وده بند هيجي تاني حضرتكم مفصل الايرادات والمصروفات. الفائض عملنا حوالي فائض 3.9 مليون جنيه يعني حوالي 4 مليون جنيه. وده نتيجة زي ما قلنا ترشيد الانفاق وليس ترشيد الانشطة. الانشطة زادت اعتقد بمعدل ملحوظ للكل ولكن ترشيد الانفاق على الصرف على هذه الانشطة. يعني مثال بسيط حضراتكم مؤتمر النقابات الفرعية كان اتكلف في 2013 حوالي 150,000 جنيه في 2012 150,000 جنيه في 12 2014 احنا اتكلف حوالي اقل من 30,000 جنيه فرق 24,000 جنيه. اعتقد ان فرق شاسع. طبعا ده مش انتقاد للمؤتمر السابق ولكن قلنا اللي يهم الاطباء في مؤتمر النقابات الفرعيه المناقشه الجاده للموضوعات وتكون اقامه مقبوله وجيده وليست يعني اقامه بالشكل الفاخر او المبالغ فيه. طبعا من اسباب الفايض دوت ان احنا سعينا ويمكن بعض النقابات الفرعيه اخذت على خطيره شويه سعينا في التدقيق في تحصيل الاشتراكات المتاخره لديهم في جدوله المديونيات. بالنسبه للجنه مصر للعطاء كان التبرعات خلال عام 2014 حوالي 12,149,000 لا سوري حوالي 15 مليون. المصروفات كانت حوالي 14 مليون وشويه يعني الفاضل مش بنسميه فاضي يعني ان احنا ما صرفناهوش في الانشطه من تبرعات العام 2014 تقريبا 500,000 جنيه. الرصيد بقى بتاع لجنه مصر العطاء السنه دي 121,495,000 في 31/12/2014 في 2013 كان 120,521,000 بزياده حوالي 974,000. زي ما قلنا فائض الفتره حوالي 3,009,000.
التكاليف الأنشطة أداء الأنشطة النقابية قلت حوالي 1.5 مليون عن 2013. المصروفات العمومية والإدارية برضو اللي هو بيدخلها الأجور والمكافآت والحوافز قلت بحوالي 50,000 جنيه، والكهرباء والمية مصروفات عمومية. إدائنا المرابحات اللي احنا قلنا المعارض السلع المعمرة نقصد بحوالي 3,953,000. مستحقات اتحاد المهن الطبية، احنا كان علينا مستحقات لاتحاد المهن الطبية نتيجة تأخر النقابات الفرعية في تسديد الاشتراكات والأطباء طبعا بالتضامن، يعني كانت السنة اللي فاتت 13,976,881. نقصت بحوالي 1,236,000. مستحقاتهم عندنا لحد 31/12/2014 12,740,000. الحمد لله نتيجة موقف النقابة المالي اللي اعتقد ان هو مقبول جدا في 2014، وعلى عهدة الادارة المالية في النقابة لم يتحقق في تاريخ النقابة. قامت النقابة العامة بسداد كامل مستحقات اتحاد المهن الطبية في 2014، وكمان قمنا بجدولة بعض مستحقاتهم عن السنوات السابقة. سددنا حوالي 1.25 مليون جنيه من مستحقات الأعوام السابقة قبل 2014. الطموح بتقول أهمية الاشتراكات، أعتقد أن كل الزملاء عارفين اشتراكات اتحاد المهن الطبية الأساس في اتحاد المهن الطبية المعاشات، وإن لم يكن أن الاشتراكات هي الجزء الأكبر من صندوق المعاشات ولكن هي جزء منه. فأعتقد يعني أقل حاجة أن احنا نسدد هذا الجزء، لكن في جزء كبير جدا طبعا لموضوع الدمغة الطبية من موارد صندوق المعاشات. مستحقات مستحقات صندوق الرعاية الاجتماعية، احنا زاد عندنا السنة دي 453,960 جنيه. كان السنة اللي فاتت مستحقاتهم 2,336,000. السنة دي 2,790,000. طبعا سبب الزيادة صندوق الرعاية الاجتماعية ده تكوينه بيبقى البلك الأكبر منه 15% من عائد استثمار أموال لجنة مصر العطاء في البنوك. ده فتوى شرعية من مفتي الجمهورية وقرار من مجلس النقابة الأسبق. كان حوالي ال 15% ده يمثله 1.3 مليون جنيه. كمان كان في قرار من مجلس النقابة بإضافة الدعم السنوي اللي هو من وزارة الصحة اللي هو قليل جدا، وطلبنا عدة مرات على مدارات مجالس مختلفة بزيادة هذا الدعم هو 150,000 جنيه. كان في اتخذ قرار مجلس النقابة بقرار أو جمالة عمومية بضمه إلى صندوق الرعاية الاجتماعية. طيب أنا هنهي والتقرير قدام حضراتكم، وبرضو أنا في كرمونة لو نحب. نقول برضو إيرادات المصايف والرحلات زادت نتيجة برضو نشاط اللجنة الاجتماعية، زاد الزيادة حوالي 45,520 جنيه. مصروفات الأنشطة ودعم النقابة، آخر حاجة أقولها حاضر، مصروفات الأنشطة ودعم النقابة زادت نقصت السنة دي، أنا آسف، نقصت السنة دي بمقدار 16,608,349 جنيه. المصروفات الأنشطة ودعم النقابات السنة دي 3,873,000. السبب مفسر برضو قدام حضراتكم انخفاض مصروفات التعليم الطبي والمكتبة الإلكترونية، مش انخفاض أنشطة ولكن انخفاض تكاليف هذه الأنشطة، انخفاض مصروفات لجنة أداب المهنة، انخفاض مصروفات المحمول، انخفاض مصروفات معارض السلع المعمرة، وإن كان ذلك لأن احنا لم نقم الحياة بسلع معمرة.
انخفاض مصروفات مجلس النقابة في 16,000 جنيه، مصروفات مجلس النقابة في 2014 حوالي 92,000، في 2013 كان حوالي 112,000، انخفض مصروفات المجلس ب 16,000 جنيه، انخفاض مصروفات لجنة الإسكان بحوالي 17,000 جنيه، وإن كان ذلك يعني أعتقد إن هو ليست ميزة نتيجة برضو لجنة الإسكان تحري مجلس النقابة العامة الدقة في التعاقد مع شركات الإسكان نتيجة أخطاء وإن كانت بسيطة في العهود السابقة، كان بيحصل الشركة تتعثر أو مشروع وهمي، أعتقد إن ده يعني كانت نسبة قليلة جدا، بيجي الطبيب حتى لو النقابة أعلنت لصدر مكانها إن النقابة ليست ملتزمة ولا لها علاقة مالية، ولكن الطبيب بيرجع على النقابة للإعلان. ويمكن دلوقتي أحد قبل الحفلة أحد الزملاء من أساتذتنا الأفاضل كان بيوزع لجمعية اتحاد المهن الطبية، مشكورا هذه الجمعية، نحسب كل مكونيها على خير وكل أعضائها على خير ونحسبهم محترمين، ولكن هذه الجمعية لا تخص من قريب أو من بعيد اتحاد المهن الطبية ولا نقابة الأطباء، نحسبهم على خير ونحسب جميع أعضائهم على خير، مكونيها أساتذة فاضلة، أعضاها أساتذة فاضلة من الأطباء والصيادلة، ولكن الكيان اتحاد المهن ونقابة الأطباء ليس له علاقة بهذه الجمعية. في بند برضو في مصروفات الأنشطة والنقابات، نحب نأكد عليه ان بعض الزملاء قالوا مش موجود، زيادة المنصرف لإعانات الأطباء وإعانات الحبس حوالي 225,000 جنيه، الزيادة كانت 225,000 جنيه في 2014 إجماليهم حوالي 580,000 جنيه. بس أعتقد ان دي جميع التعليقات، شكرا. تقرير المحاسب القانوني للنقابة الأستاذ علي المعزاوي. قسم إلى كذا شق، إحنا هنقرأ في الشق الخاص بالرأي. إحنا عندنا خمس تحفظات في التقرير. التحفظ الأول لأن يتم مطابقة الحساب الجاري مع اتحاد المهن الطبية البالغ قيمته 12,700,000. التحفظ الثاني لم يتم مطابقة الحساب الجاري مع النقابات الفرعية برصيد مدين قيمته 297,000 جنيه ورصيد دايم بقيمته 869,000 جنيه. تتضمن أرصدة السلف والعهد مبالغ تتعين تسويتها على قيمة الدخل قيمتها 3,000,000 جنيه. لم يتم وفاتنا بشهادة بنكية أو كشوف الحساب لبعض الأرصدة النقدية بالبنوك البالغ قيمتها 853,000 جنيه. الخامس بقى، لم يتم توثيق عقد أرض الصومال البالغ قيمته 1,500,000 جنيه من وزارة الخارجية المصرية، وفيما عدا تأثير ما سبق على القوائم المالية، فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للنقابة العامة للأطباء في 31 ديسمبر 2014، وعن أدائها المالي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقا للسياسات المحاسبية الواردة بالإيضاحات المتممة. أنا برضو بقول لأن احنا هو هيتعرض على الجمعية تقريرين، تقرير مراقبة الحسابات وده في 31 ديسمبر 2014، وفي تقرير الجهاز المركزي للحسابات في 31 ديسمبر 2013، يعني التقرير ده في 2014 وتقرير الجهاز في 2013. وشكرا. هو بس في شيء محاسبي كان دكتور الاستاذ علي المعزاوي طبق تقرير، وهو اثبات مديونيه النقابه لدى النقابات الفرعيه بحوالي 9,000,000 جنيه تقييد نظامي يا استاذ علي، وشيك ضمان على نقابة أطباء دمياط بمليون جنيه.
الاستاذ علي قال ان احنا هتبقى المصحه في الجمعيه العموميه وهتذكر في محضر الجمعيه العموميه كاجراء محاسبي، يعني هو المكتب المحاسبه ادرى به اثبات مديونيه النقابات الفرعيه لصالح النقابه العامه للاطباء حوالي 9.6 مليون جنيه، شيك ضمان على نقابة أطباء دمياط بمليون جنيه. كمان الاستاذ علي ارصدت النقابات الفرعيه تم مراجعتها مع الاستاذ سيد والاستاذ مهاب مع الزاوي مؤشر في التقرير ولا يتم مراجعتها. انا بس اسمحوا لي اقول حاجه بسيطه، زملائنا الاعزاء يعني اللي بيزهقوا من الكلام فلوس علشان شايفه ناس بتمشي، دي فلوسكم، واذا كنا بنتحرى عرض الكلام بدقه علشان دي فلوسكم في النهايه، المجلس مؤتمن عليها، فاحنا ما تزهقوش مننا ان احنا بنتكلم في ده. في حق في مواضيع كتير هامه، والموضوع ده مش هقول مثلا استحملوا ده عشان في غيره مهم، الموضوع ده هام لان دي فلوسكم، لازم الناس تتعود انها تحاسب اي حد اديته ان يتصرف في فلوسها عمل ايه في فلوسها. ماشي، فاصبروا علينا ما تزهقوش وتمشوا. مؤدي الكلام ان احنا لنا حوالي 10 مليون جنيه عند النقابة الفرعية وعلينا حوالي 12 مليون جنيه للاتحاد نقابة المهن الطبي. دلوقتي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2013 هتقولوا مدام منى جاكي. يعني الناس متعاونين جدا 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 مع الجهاز، سواء الامين العام الدكتوره منى او امين الصندوق الدكتور احمد حسين او امين الصندوق السابق الدكتور خالد سمير. بصراحه كل مجلس النقابه يستحق الشكر انهم بيعاونوا الجهاز وبيوفروا له كل المستندات اللي احنا بنطلبها بدون اي اخفاء لاي شيء. وبرضك بشكر الاداره الماليه لانها بتتعب معانا كتير جدا 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 علشان توصل لنا المستندات دي اللي بنطلع منها الملاحظات اللي بنطلعها. احب كمان اقول لحضراتكم ان مش معنى ان في ملاحظات في تغيير الجهاز يبقى الملاحظات دي متعمده. بتبقى متعمده لو تكررت، لكن طول ما هي اول مره هي ما تبقاش متعمده، نظرا لان مجلس النقابه طبعا كلهم اطباء ما لهمش الخبره الماليه الكافيه اللي بيقدروا ان هم يتوصلوا لحل الموضوعات. فاحنا بنحط رجليهم على اول الطريق وبيبتدوا هم ياخدوا الخطوات وبيسالونا في اي حاجه واحنا بنرد عليهم، بس للاسف في بعض الاحيان او مش بعض الاحيان المجالس السابقه ما كانتش بتاخد راي الجهاز فكانوا بيقعوا في اخطاء ماليه كبيره. فاللي هنقوله دلوقتي كلها مخالفات نعتبرها بدون قصد، الا اللي تحول فيها للنيابه العامه، اللي تحولت للنيابه العامه دي اخطاء شبه مقصوده، مش هقول مقصوده عشان في وكيل نيابه بيحقق وفي قضيه شغاله، لكن هي شبه مقصوده. هنبتدي بقى نقول، تحبوا نقرا قرايه ملاحظات ولا اقولها بطريقه عامه كده عشان تفهموها؟ بطريقه عامه. اول حاجه اللوائح الماليه بتاعت النقابه كلها الماليه والاداريه من اختصاص الجمعيه العموميه انها تعتمدها لغايه النهارده معتمدتها. فياريت حضراتكم تاخدوا يعني موافقه بانكم تعتمدوا اللائحه اللي هي معروضه على موقع النقابه حاليا، يعني انا ومعروضه على البورد دلوقتي حالا، فيا ريت حضراتكم تاخدوا موافقه بيها او عدم موافقه زي ما انتم عايزين، يعني بس ايه يعني يبقى في موافقه ضمنيه عشان نقدر نمشي عليها، لان احنا شغلنا كله بنمشي عليه بناء على اللوائح وبناء على القوانين، فما بنقدرش ان احنا ناخد قرار نهائي الا لما انتم توافقوا على هذه اللائحه المعروضه على البورد. تاني حاجه طبعا بمعالي الدكتور احمد حسين بالنسبه للاشتراكات. دلوقتي الاشتراكات القانون بتاع اتحاد المهن الطبيه او قانون الاطباء 69
عمل مادة شديدة لإتحاد الطبيب، إن هو لو ما دفعش خلال شهرين يتحذف ويتنهي القيد بتاعه. إحنا بنقترح عليكي برضك عشان الناس المنتظمة ما تتساواش تتأكد الناس اللي مش منتظمة، إن إحنا نفرض غرامة تأثير، غرامة تأثير للناس اللي ما بتدفعش، بحيث يتحفز بإنه يدفع هذه الإشراقات، لأن هو ده المورد الأساسي للنقابة والاتحاد المهني اللي بيدفع منه المعاشات. تاني حاجة، في لسه مازال أرض نادي السكن والمقر الجديد في اسكندرية ما سجلش، ولما سألنا النقابة بيقولوا متخذين الإجراءات القانونية لتسجيل هذه الأرض وهذا المقر. ربنا يسهل كده، ربنا يعني يسهل، وإن يبقى سنة جاية نلغي المرفوضة دي ويكون الموضوع يسجل حفاظا على حقوقه برضه. مشكلة كبيرة جدا، حاجة اسمها نادي سانت مريم. النادي ده كلف النقابة من فلوسه 3 مليون جنيه، كل سنة بيدفعوا من حوالي من 20 لـ25 ألف جنيه مصروفات، ما بيجيلوش قرش واحد إيرادات. لما سألنا طب بعدين يعني كل سنة بتتحملوا 25 ألف جنيه مصروفات برضك من فلوسكم، مفيش أي إيراد بيجي. قالوا إن المكان بيبقى صعب على الأطباء لأنه بعيد وكده، واتاخد قرار، الكلام ده من 2003، واتاخد قرار شراف غفلة تقريبا من زمن ولا إيه. فإحنا عايزين تدركوا الموضوع مع مجلس النقابة بتاعتكم وتقولوا تصرفوا إزاي. هم قالوا لنا إن هم عملوا إعلانات علشان يبيعوه، بس ما جاتش حد، يعني في حد جه علشان خاطر يشتري النادي ده. طب وبعدين هنبدا ندفع فيه فلوس؟ طب وبعدين يعني حاولوا كده تفكروا مع مجلس النقابه وتشوفوا الحل الامثل اللي ممكن تستغلوا بيه النادي ده. نمره 5، كانوا عملوا شبكه ربط بين النقابه وخمس نقابات فرعيه. شبكة الربط دي ما جابتش الجدوى بتاعتها، فصرفوا على الشبكة دي حوالي 208 ألف جنيه وما استنفعوش بيها. فاحنا قلنا لمجلس النقابه الحالي، طبعا ده مش ده مجلس النقابه، ده مجلس النقابه الاسبق مش السابق، الاسبق كمان. فقلنا له ان هو يعني يحاول قبل ما يخش في اي عقود لازم يدرس العقود دي كويس جدا، بحيث لما انا ما استفدتش من العقد ده احاول الغيه في اي وقت، او احاول ان احط غرامه تاخير لو الراجل اللي هو صاحب العقد ده منفذ العقود بتاعته. لان العقد بصراحة كان عقد غريب جدا، عقد ممتد وما فيش اي غرامات تأخير ولا في اي حاجة خالص. بس كان ممكن مجلس النقابة يتخذ قرار بان ينهي العقد، لان في شرط كده في العقد انه لو انت عايز تنهي العقد قبل منها بـ3 شهور لازم تبلغ. للأسف حصل نوع من انواع السهو فما لغوش العقد، بس الحمد لله كانت الشركة رحيمة بالنقابة وديتهم بس شهر زي ايه يعني اكتمال عقد، وان شاء الله ربنا يسهل ويلغوا العقد، لان لغايه دلوقتي ما جاش ورق من الشركه يقول ان العقد ده اتلغى، فالعقد لغايه دلوقتي مستمر لغايه 2015. فيا ريت مجلس النقابه يخاطب الشركه ويجيب ورق يفيد ان العقد ده اتلغى. وتعاقد مع شركه جديده، ومناقشه دكتوره منى ودكتور احمد حسين، قال الشركه دي تعاقد بقى على 2 سنين. فقالوا عقبال بس ما كانوا بيدرسوا العقد كويس قوي علشان ما يعوضوا نفس الاخطاء اللي وقع فيه العقد السابق. نادي اطباء الجديده ده كان فيه مشكله كبيره جدا برضك. النادي ده فضلوا مأجرين، والواحد مستاجر من 2002 لغاية 2013 بمبلغ متدني جدا 6750 جنيه بلس 15% من قيمة أي فرح نقاب. الراجل ده جه لغاية 2012، ده كان عقده منتهي، كان بجد جوه 5 سنين، من 2002 لـ2007، وبعدين من 2007 لـ2012 جه قال مجلس النقابة السابق، قال له إن أنا حصل لي أيام الثورة توقف كتير وكده، فمدوله سنة بنفس المبلغ التعاقد بتاعه. مدوله لا مش بنفس المبلغ ده، هم زودوا عليه خلوه 25 ألف جنيه، وهو كان بيدفع 6750 جنيه. فتخيلوا بقى حضرتك إن هو قعد من 2002 لـ2012 حوالي 10 سنين
ويدفع مبلغ متدني جدا ضايع عن النقابه وحاجات كتيره جدا. بلس لما جه خلص عقده في 2013 2013 وهو ماشي سرق شويه اجهزه حوالي 3 تكليفات وبدل 3 تكليفات واخد 84 كرسي، وده كان من حق النقابه طبقا للعقد المجرم بين النقابه وبين المستاجر ده. فاحنا لما رحنا عملنا جرد في 2015 لقينا الحاجات دي كلها ناقصه، فطلبنا الاداره الماليه طب يا جماعه بلغوا البوليس وكده، فقالوا لنا لا احنا عندنا شيك ضمان من الراجل ده. طيب الشيك الضمان طب روحوا حصلوه، وانا متاكده ان هم لو هيروحوا يحصلوه مش هيلاقوا ليه رصيد في البنك، وده حصل فعلا لما ودوا الشيك للبنك اخذوا رد عليه، فهم هيرفعوا قضيه بالشيك المرتد ده عشان يحاولوا يسترد جزء من الحاجات اللي اخذها المستاجر. طبعا كلكم عارفين ان في مقر للنقابة العامة في اسكندرية يتبع هنا مقر دار الخدمة، كان مفتوح لغرض معين، الغرض ده كان مفتوح علشان خاطر كانت نقابة اسكندرية الفرعية بتاعت اسكندرية محطوطة عليها حارس قضائي، فالنقابة العامة عشان تسهل على الأعضاء بتوعها فحطتها فرع من المقر هناك. المقر ده كان بيكسب عادي، لان بيحقق فائض عادي. في 2013 ابتدى المقر ده تنخفض ايراداته وبقى يحقق عادي، لدرجه ان هو سنه 2013 اثر على الفائض بتاع دار الحكمه، وظهرت الميزانيه المجمعه عادي بقدر 55,000 جنيه. فاحنا قلنا للنقابه هنا يحاولوا يدرسوا مدى الاستفاده من المقر هناك وفتحان يعني انه يستمر في انه يبقى مفتوح هناك، ولو هو خلاص هم اتخذوا قرار بان هو يبقى مفتوح هناك يا ريت يضم كل الارصاد المدينه والدينه والبنوك على ميزانيه المقر هنا ويبتدوا يطلعوا صله مستديمه او مؤقته يشغلوا بيها المقر هناك، يعني هم اتخذوا مقر اتخذوا قرار بان المقر ده يستمر في العمل، ما يبقاش بقى هناك في حسابات وهنا حسابات وهنا اداره ماليه وهنا اداره ماليه، لا يضموا كل الاداره الماليه في حته واحده ويطلعوا شيكات يا اما صله مستديمه يا مؤقته لصرف على المقر هناك. نيجي بقى للحاجات اللي راحت من النيابه. الحاجات اللي راحت من النيابه دي عباره عن لجنه الاغاثه الخارجيه. لجنه الاغاثه الخارجيه اللي هي اتغير اسمها دلوقتي بقى اسمها لجنه العطاء. مصر العطاء. حصل فيها شويه مشاكل من 2011 واحنا بنتكلم في المشاكل دي. كل سنه بنحاول شويه حاجات كده للنائب العام. وطبعا كله قدام التحقيقات. لسه ما اتقفلتش اي موضوع من الموضوع دي. في 2013 كان عندنا مشكله في دوله الصومال. للاسف الموظف المسؤول في دوله الصومال يعني يبدو انه اخذ كل حاجه وهو ماشي، هو كان عقده سنه واحده من 1/8/2012 ل 1/31/2013. اشترى ارض في الصومال بحوالي 1.5 مليون، والنقابه هنا بعد ما سجلت الارض لغت تسجيلها. احنا قلنا لهم ليه انتوا عملتوا كده، يعني ايه اللي خليكم تلغوا التسجيل بتاع الارض ده جوه دفتر الاصول يعني. فقالوا لا دعسوها علينا وضافوها تاني في 2014. الارض دي اساسا كانت كان اللي هو الاستاذ عبد السلام بدر عبد السلام او عبد السلام بدر ده كان جايب ما يفيد ان الارض دي متبرع بها الناس الصوماليون على انهم يبنوا مركز ضد هناك. وفجاه كده بعد مجلس النقابه السابق مش الحالي ان هو يشتري حته ارض، فاكتشفنا ان المواصفات اللي هو عارضها هي نفس المواصفات اللي كان جايبها بان الكلام ده هبه ليه، هي نفسها بالظبط. واكتشفنا حاجه ثانيه ان العقد هو اللي موقعه بدون اي تفويض من امين الصندوق او الامين العام اللي هو بقى امين الصندوق اللي هو الدكتور صلاح الدسوقي او الامين العام هو الدكتور جمال عبد السلام، لان العقد مكتوب ايامهم لان مكتوب تحت الدكتور صلاح الدسوقي والدكتور جمال عبد السلام، مش انا مش قصاده حد انا بقول بوقاءه. اكتشفنا العقد ده متحرر حرروه يعني هو حرره في شهر 9 ووثقه 9/2013 ووثقه وثق العقد ده
في 5/2013، يعني وثق العقد قبل ما يقرر العقد. والتوثيق ده باسم عبد السلام بدر مش باسم لجنه الاغاثه، يعني التوثيق ده لما ترجمناه لقيناه باسمه هو شخصيا. احنا لما كتبنا فيه مكلفات السنه اللي فاتت وقلنا الراجل ده بياخد فلوس اللجنه، عايز تقريبا ب 30% عايز بيها هو و 70% بيخدم الصوماليين بيها، بيجيب اكل وشرب وسكن وعربيات وخدم وخشم ومكوى وكل حاجه والباقي على حساب اللجنه. وابتدوا هم يكلموه مجلس النقابه الخارجي، ابتدى يكلموا الراجل ده قرر فص ملفه ده، مش لاقيينه بقى خالص، لا لاقيين الارض وكان شاري عربيه مش لاقيينها، وسايبين المركز هناك كده فيه اجهزه حصرناها ب 115,000 دولار، ما حدش عارف يحط ايديه عليها. لما كلمنا اولا بعتنا مذكره للسيد النقيب بكده وقت الفصل، بصراحه اتخذ قرار بتحويلها للنيابه، يعني تحول الموضوع ده كله للنيابه، هنا النقابه حولتها للنيابه والجهاز حولها للنيابه برضه، يعني احنا حولناها ومجلس النقابه حولها. فاحنا عايزين نعرف مصير الاموال ده ايه. فطبعا هم صعب ان في حد يسافر الصومال نتيجه الاوضاع اللي هناك الامنيه صعبه جدا، لان انا كنت مستغربه لغايه لما احنا اتكلمنا كانوا بيسافروا دكاتره كتير ياخدوا طلب كتير، ولما لما يعني لغايه لما قبل ما نتكلم يعني كان في دكاتره كتير جدا بتسافر، فجاه كده بقى صعب اي حد يسافر هناك. ده موضوع الصومال. في بقى موضوعات كتيره جدا، موضوع خروج الفلوس كانت برضك بيتصرف عن طريق اللجنه، يعني طبعا المسؤولين عن اللجنه كانوا بيصرفوا فلوس بالعملات الاجنبيه سواء بقى دولارات يورو كده. كان في قانون البنك المركزي بيسمح لغايه 2012 بان الواحد يطلع باكثر من 10,000 دولار او يورو يعني عمله اجنبيه، بس يفصح عن الكلام ده على جواز سفره او بشهاده او باي حاجه. المهم ما جابوش هم ما يفيد خروج الفلوس دي. في 2012 شهر 12/2012 غيروا الماده دي من قانون البنك المركزي، وحظر على اي شخص في الدنيا مهما كانت مكانته او اي حاجه ان يخرج باكثر من 10,000 دولار او يورو. وبرضه مع ذلك في 2013 خرج فلوس كتيره جدا، السلطه الواحده توصل ل 200,000 يورو و 200,000 دولار. فاحنا حتى تساءلنا قلنا طب هم لو خرجوا يبقى هربوا اموال، لو هم ما خرجوش يبقى اديهم مساندات مدوره. وطبعا الموضوع برضك ده متحال للنيابه، راح للنيابه يعني. في موضوع كمان في لجنه الجهازه كان خطير جدا، اتعمل في 12/2013. الموضوع ده واحد جه هنا صرف مستحقات شركه صوماليه صرفها بالجنيه المصري بنحو 1.5 مليون، اسمه مش مهم اسمه، المهم الشخص ده طالب في كليه اعلام 1.5 مليون، طالب في كليه اعلام في البحيره عمره لا يتعدى 21 سنه، صرف 1.5 مليون كاش على سبيل ان هو مفوض من شركه صوماليه تصرف الكلام ده مقابل فواتير كلها مكتوبه من تحت عنوانها بالعربي. دخلنا على النت عشان نشوف الشركه دي ايه، ما عرفناش ايه الشركه دي. طبعا الموضوع ده برضه محال للنيابه، يعني ما احنا مش عارفين نوصل للشخص ده مين وايه صفته في الشركه، جايب تفويض كده عنوانه بالعربي وكل حاجه بالعربي. لما احنا اتكلمنا في الموضوع ده كان في شخص زيه بالظبط هيصرف حوالي 2.5 مليون، اتوقف صرف الشيك بتاعه في 12/2013 يا رب العالمين، وما صرفتش يعني الحاجات بتاعته حوالي 2.5 مليون، وما زال الشيك ده او اتلغى في 2014 نتيجه انه عدى عليه سنه. وبرضك كان في ظاهره غريبه جدا حصلت في اخر 2013 قبل ما المجلس يتولى المهمه بتاعته، ان طلع حوالي 46 مليون جنيه عباره عن عدد من الشيكات
بس الحمد لله رب العالمين برضك الشكايات دي بلغت لان دكتور خيري مرضاش ينجي عليها كطرف اول، لكن امين الصندوق المساعد مضى عليها كتوقيع تاني، ودي برضك محالة من يارب السابق. انا بقول 2013 يا دكتورة 12-2013 غالبا ده كل اللي موجود عندنا مهم جدا في ال وفي عندنا شخص اسمه ابراهيم شوقي كان برضك معمول عقد ليه لمده سنه عليه 1,000,000 جنيه ومشي من النقابه نتيجه ان في حد اداله استماره 6 اللي هي استماره تخص التامينات عشان هو كان تحت التدريب. لما هو تحت التدريب بتديله صله عليه 1,000,000 جنيه ازاي؟ لما هو تحت التدريب يعني ازاي؟ كمان كده ما ينفعش ان انا اديله استماره 6 وتبرر ان انا بديله استماره 6 عشان هو تحت التدريب. طبعا الكلام ده كله قبل يعني خلال 2013 هي الميزانيه اللي احنا فحصناها. اما بالنسبه لميزانيه 2014 فهي جايه لنا من 4 ايام بالظبط، فطبعا ما لحقناش نراجعها، وان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله نعتمدها وتكون كويسه لانها بذل المجلس الجديد ان شاء الله اللي هو متعاون معانا جدا، فان شاء الله ما يبقاش فيها غير الحاجات اللي بتبقى ايه روافد قديمه. واشكركم وكل سنه وانتم طيبين. اسمح لنا تقرير التقرير المفصل احنا لسه جالينا قريب هنسحبه سونر وهننزله حاضر على الموقع تلاجه تراهم. ما فيش حاجه عندنا نخبيها، وزي ما كنا بنطلب في السنوات السابقه ان احنا نطلع على التقرير من الجهاز المركزي كاعضاء مجلس نقابه، من حق كل عضو في الجمعيه العموميه، من حق كل طبيب ان هو يعرف فلوسه بتروح فين. هننشر على الموقع كل تقرير الجهاز المركزي، وكمان هننشر ردنا عليه اسمحوا لنا، يعني هو في الجهاز المركزي بيدي ملاحظات واحنا بنرد. موضوع اتحاد الاطباء العرب زي ما تكرم الاستاذ وسام احنا خطبنا اكثر من مره بشكل رسمي، وقفنا فعلا دفع اشتراك النقابه لدى اتحاد الاطباء العرب، فهنتخذ الاجراءات القانونيه ضد الاتحاد في عدم تسديد مديونيته. احنا خدنا اذن من الدكتور خيري ومن نهايه المكتب بكده، فده يعني ان شاء الله باذن الله يحصل قريبا. بالنسبه للتعليقات، اول تعليق لاساتذتنا في الجهاز المركزي للمحاسبات اللوائح الماليه والاداريه دي يعني تعليقنا عليها انه كان معمول بها من يعني من عده سنوات اكثر من 15 سنه وتم تعديلها وتعديلاتها، وطبعا هي ملحوظه ماخوذ بها ومشكورين الجهاز، واحنا بنعرضها على الجمعيه العموميه مع اصريت ان هي تتسحب سكانر وتتعدل الباور بوينت، وهننزلها برضو على موقع النقابه. بستاذن حضراتكم في اقرار هذه اللوائح الماليه وتعديلاتها. حاضر بسرعه. بالنسبه لفرض الغرامات انا بستاذن برضو ترمونا على عدم تسديد الشركه عشان ما نوقعش في حته قانونيه، لان القانون ما بيمصش على فرض غرامات. فبستاذنكم ان هنطرح بتفويض المجلس في وضع رسوم اداريه بشكل شرائح على الاطباء اللي هم متاخرين في سداد الاشتراكات. بالنسبة لعدم تسجيل ملكية أرض نادي الكينج وفرع الدلتا، استفسرنا فين فرع في الدلتا، خدوا إجراءات مطولة في السنوات الماضية، وقفت في عقبة لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ملحوظة مأخوذ بها، وإن شاء الله بإذن الله هنمشي في الإجراءات ديت ويتم تسجيل المقر فرع الدلتا وأرض نادي الكينج. عدم استغلال نادي الكينج، طبعا انا مش بعلق، الجهاز المركزي بيعلق على الشق المالي لكن مش الرؤيه سواء صائبه او قاطعه، مش هعلق على المجالس السابقه في اتخاذ قرار شراء في مكان قد تكون رؤيتي او رؤيه المجلس الحالي
صحيحة أو خاطئة في عدم جدوى الاستفادة من هذا المكان. الحقيقة رحناه وزاروا أكثر من حد من الزملاء، مكان بعيد عن اسكندرية حوالي 30 كيلو، القرية غير مأهولة بالسكان وبالأنشطة وبالخدمات مما يصعب استغلاله. تم عرضه في سنوات سابقة للبيع في الجرائد العامة، الحقيقة ما كانش في صدى لهذا البيع. أثرنا قصة البيع تاني واتعرض على هيئة مكتب مجلس النقابة، ورأى ان هو يخاطب اتحاد المهن الطبية بمحاولة الاستفادة منه سواء عن طريق المشاركة او عن طريق ان الاتحاد يتأجره او يشتريه. الحقيقة نادي الكينج اعتقد ان هو محتاج قرار جريء، وانا برضو بطرحه على حضراتكم ان احنا نعمل دراسة سلامة انشائية لهذا المبنى ودراسة جدوى لمدى الاستفادة منه. في حالة عدم الاستفادة اتخذ قرار بهدمه وإعادة بناؤه كاستغلال جديد. أنا بطرحه، واللي شايف في طرحي مبالغة يتفضل يروح يزور نادي الكينج. تمام، احنا سنناقش، أنا بقول لحضرتك دراسة سلامة إنشائية للمبنى ودراسة جدوى. تمام. يا دكتور احمد، ممكن بعد قلت سرعه تحديث البيانات والحاجات الخاصه بالمنشآت والسجلات، لكن لما اتضحنا سالنا في الاداره الماليه والحقيقه يعني هم برضو متحفظين على كلمه سوء استخدام الشركه. على حسب ما عرفت وبحثت ان الشركه قامت بدورها في التعاقد، في اجهزه وفي ريسيفرات وممكن تدفع له، ولكن كان الخلاف بين النقابات الفرعيه والنقابه العامه في الادارات الماليه انهم بيحاولوا وعايزين يدخلوا على كل البيانات. فطبعا هو تعليق الجهاز برضو على شق حاجه تانية مختلفه كمان غير ديت، ان هو احنا انهينا العقد قبل او بعد المده المفروض نختارهم بيها. تمام، هو كان عند حضرتك حق، كان المفروض ان تعمل دراسه اكثر تانيه واكثر برؤيه اكثر من كده، وكان في اخذ راي النقابات الفرعيه. اعتقد ان ده تم تداركها في العقد الجديد، ويمكن احنا برضو المجلس الحالي ده لقاه من المجلس السابق وتم تعديل، يمكن سبب التاخير برضو في تنفيذ المشروع الربط الالكتروني مع الشركه الجديده، ان تم تنقية العقد وإضافة بنود ليه لصالح النقابة العامة والنقابات الفرعية. وإن شاء الله أعتقد إن في خلال شهور بإذن الله هيكون الموضوع ده متمم وفعال. موضوع تأجير نادي أطباء الجيزة، مشكورة الأستاذة منى، أضافت بس قصة للحق والمصداقية عن الناس اللي سبقتنا، إن هي قصة إضافة الإيجار الشهري 15% من أرباح الأفراح مع الجهاز المركزي تماما، إن هو قيمة العقد مكحفة للنقابة العامة، كان المفروض يبقى بشرايح أو بزيادة سنوية عن كان، ولكن أنا برضو معرفش المجالس السابقة كان رؤيتها إيه في اتخاذ هذا القرار. قد يكون الراجل كانوا متعاقدين عليه إن هو يعمل إنشاءات وخلق وتم الإخلال بهذا بالظبط. قصة الشيك طبعا غير مقبول ان هو يفضل شيك في خزانة ويتم اتخاذ الرفض عليه، ولكن بلتمس العذر للناس اللي ما تيقنتش من الجرد في الوقت، انه تقريبا كان في وقت في احداث في 2013، ولكن ذلك لا يعفي من المسؤولية، وحاليا بيتم تحقيق داخل النقابة، وان استدعى التحقيق دوت او نتج عنه مخالفات تستدعي للتحويل لجهات تحقيق اعلى هيتم ذلك بالفعل. قصة القوائم المالية المستقلة لمقر النقابة العامة الاسكندرية، وان في عجز، في عجز طبعا حضراتكم عارفين، لان مقر الفرع الدلتا توقف عن تأديه الخدمات نتيجة رفع الحراسة عن النقابة الفرعية والقيام بدورها المفترض عليه الحقيقة، واحنا كنا كلنا بننتقد في وقت من الاوقات بعد رفع الحراسة قيام النقابة العامة بدور النقابة الفرعية في اسكندرية. فبالفعل
النقابة الفرعية تقوم بكامل الأنشطة وتحصيل الاشتراكات، وده اللي كانت نتيجته التوقف مقر فرع التلك عن تحصيل إيرادات كانت بتجيله سابقا، وذلك ظهر العكس. والحوزة مقبولة جدا، وإن شاء الله يتم ضم القوائم المالية دي وإعداد قوائم مالية مجمعة للنقابة العامة والدلتا وإدارة فرع الدلتا أو مقر الدلتا بطريق السلف المؤقتة أو السلف المستديمة. اقتراح الجهاز المركزي للمحاسبات طبعا باستغلال مقر فرع الدلتا، ده اقتراح من ناحية مالية، ولكن مجلس النقابة له رؤية أخرى في أن المقرات الأساس فيها تقديم الأنشطة، وإن كان ده بيسبب عجز مالي، وده برضو الرؤية ترجع لدراسة تاني المجلس النقابة ولحضراتكم في الجمعية العمومية، يتم دراستها بناء على العجز والأنشطة والمقارنة بين الأنشطة اللي بتقدم والعجز في الإيرادات. لجنة الإغاثة اللي هي حاليا زي ما قالت سيزمونة لجنة مصر العطاء، اسمحوا لي بس بصفة عامة قبل الدخول في الرد على هذه الملحوظات. أول حاجة بسيطة بس، لجنة مصر العطاء من الإغاثة الإنسانية سابقا ومستمرة في أداء الأنشطة، يمكن هو المجال الأكثر تفاعلا مع الجمهور، يمكن نقطة مضيئة في وجه النقابة، مش بقولها النقطة الوحيدة، ولكن هي النقطة اللي بتقدم أو بيحس بها المواطن المصري البسيط اللي محتاج فعلا للمساعدة، بيحس بنقابة الأطباء وتذكر نقابة الأطباء، ويمكن هي الفايدة الأعظم اللي بناخدها في نقابة الأطباء من ارتباط اسم النقابة بمساعدة وبكلمة شكر واستحسان من المواطن المصري. واعتقد ان احنا ندعم الاطباء شوية قصاد الهجمات الشرسة اللي بنلقاها في مجالات عدة. الكريدت او الرصيد لنقابة الاطباء عند المواطنين اللي جزء منه سببه لجنة مصر العطاء، يمكن اللي ملاحظ انشطة 2014 كان التوجه للعمل داخل مصر، وكان حصيلة الأنشطة داخل مصر تقريبا 80% من الأنشطة، مش متعمد ولكن استدراكا للسنوات السابقة كعدالة. مثلا لو حد يعني مثال دايما كان قاله الشيخ الشعراوي، دايما الابن الصغير بيلقى الحب والمودة من الأب أكثر من الابن الأكبر، لكن المحصلة هتلاقيهم متساويين لأن ده أكبر في السن. فاحنا قلنا كان في أنشطة بتعمل خارجية كتيرة جدا في السنوات السابقة، السنة دي شوية نزود بقى عشان نعادل السنوات الماضية، نزود في داخل مصر. كل خوفي من الكلام على لجنة مصر العطاء ان احنا نقفل طاقة وباب امل وخير للناس، احنا بنستفيد الجهاز المركزي طبعا هو بيسرد الملاحظات اللي بيلقاها بالمراجعة، لكن في جوانب إيجابية هو مش يعني مش من وظيفته ان هو يسردها. حضراتكم اعتقد ان انتم بتتابعوها. لا ما قلتش حاجة، انا قلتش طلب، انا قلت خوفي من اللجنة. برضو الكلام قصة التحقيق بالنيابة، النيابة جهة تحقيق، وجهة تحقيق طالما انها لم تقفل الملفات فالتحقيق ده قد يسفر عن إدانة المتسبب في الموضوع وقد يسفر عن براءته. مش بس الامور واضحه، لا احنا بنبرئ اللي قبلنا ولا احنا بندينهم، احنا بنتعاون مع الجهاز المركزي في المحاسبات بيقوم بشغله، الشيء اللي شاف فيه التحويل للنيابه العامه حوله، النيابه العامه جهه التحقيق، احنا كمجلس نقابه وكاداره نقابه حولنا ملفات للنيابه العامه، وفي حاجات تحت التحقيق الداخلي وان اصفر عنها مخالفات تستدعي للتحويل للنيابه العامه هنحولها للنيابه العامه، لا نخفي شيء. ولكن عايز اقول حاجه عامه على نشاط لجنه الاغاثه في الخارج حتى لا نظلم أشخاص سبقونا أو نبرئهم، هما سواء قدامنا، لكن العمل الإغاثي هو عمل شوية
بيبقى صعب في تطبيق الروتين والمحددات الطبيعية في وجود مؤسسات. أغلب الدول اللي فيها حروب وفيها كوارث وفيها أزمات زي سوريا وزي الصومال هي دولة بلا مؤسسات. صعوبة قياس التدقيق والدورة المستندية في دولة مؤسسات زي مصر عن دولات زي سوريا وزي الصومال وزي غيره. الحقيقة احنا حاولنا اكثر من مرة استقصاء الامر في الصومال. انا شخصيا رحت قابلت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون القرن الافريقي، كان معاه دكتور عمرو الشورى، لقينا معلوماتنا احنا عن الصومال اكثر من معلوماتهم. هذا شيء يعني انا صعب عليا صراحة من وزارة الخارجية. حاضر. بعتنا بعد كده للسفارة الصومال لدى في القاهرة عشان نستعلم عن كده، وبعتنا مؤخرا تاني لوزارة الخارجية عشان نستعلم هذه المشروعات صحيحة ولا لا، الكيان ده صحيح ولا لا. كان في نقطة برضو الأستاذ محمد جودة أثرها على قصة التوثيق العقد الصومال. أستاذة منى، الإدارة المالية عندي بتقول إن التوثيق ما تمش في شهر 5، ولكن في 5 ده استعلام للمكتب الاستشاري القانوني عن الارض ديت، هل دي فعلا ارض حقيقيه وملك لصاحبها ولا لا. لكن التوثيق في 9. وعندي اصل انا متحفظه عن الخيارات دي في النيابه. طيب الموضوع تم ابلاغ النيابه عن طريق الجهاز. في موضوع اللي هو 1.5 مليون اللي هو طالب كليه الاعدام ده تم ابلاغ النيابه فيه. موضوع الموظف ابراهيم شوقي جاري تحقيق داخلي، ولو ثبت مخالفات تستدعي تحقيق النيابه هيتم تحويل النيابه العامه، وده خلال ايام مش كتير. طيب شكرا. نمرة 1، الموافقة على الميزانية حساب الثاني بتاع سنة 2014 وإبراء ذمة مجلس النقابة بخصوص سنة 2014. 2014 كم السنة اللي فاتت يا جماعة؟ 13. 2014 لسه ما اترجعتش. عرض فقط، عرض 14 لسه الجهاز بيناقش. لسه ما جاش. طيب اعتماد ميزانية 2013 وموافقة على تقرير أمين الصندوق لسنة 2014 وإبراء ذمة مجلس الإدارة. التقرير بس هو تقرير من الصندوق. الميزانية 2013 وتقرير أمين الصندوق 2014. طيب كمان لازم نوافق على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ علي المعزاوي واستمرار المكافأة السنوية بتاعته الحالية وهي 15000 جنيه. طيب قرار اللائحة بقى. مراقب الحسابات، بالنسبة لتجديد مراقب الحسابات، مراقب الحسابات هو عين الجمعية العمومية على حسابات النقابة، يعني الجهاز المركزي جهة حكومية بتراقب حساباتنا، أما مراقب الحسابات فهو عينكم مراقب الحسابات، عشان كده بيقدم التقرير ليكم أنتم. الزملاء في الجهاز المركزي لو عندهم مشاكل بيودوها النيابة، مراقب الحسابات مش بيودي تقريره النيابة، مراقب الحسابات بيقدم تقريره ليكم أنتم اللي بتعينوه، أنتم اللي بتحددوا له مكافأة، هو بيراقب حسابات النقابة، ولو في أي حاجة بيجي يقول لجماعة عمومية إن المجلس اللي أنتم منتخبينه غلط في كذا أو تغول في كذا أو مشاكل، ده دور مراقب الحسابات، عشان كده مش إحنا اللي بنعينه، حضراتكم بتعينوه. طيب في موضوعين خاصين بالاشتراكات. اولا
فرض غرامة على الاشتراكات المتأخرة بدل من الشيل من الجداول او رسوم تأخير. فرض مصاريف إدارية وليس غرامة، لأن الغرامة لازم تقرر بالقانون، يعني فرض مصاريف إدارية على المتأخرين. عندك اتخاذ الاجراءات القانونيه دي المتاخرين ده شيء ثاني، موافق سواء كان من النقابه العامه او النقابه الشرعيه، ده شيء من حقنا. اقرار زياده الاشتراك نفس السياسه النقابه السابقه، انك تدعي دفعه كبيره احنا بقى نشكر الجهاز المركزي للحسابات والسيد مراقب الحسابات على حضور الجمعيه. نعم الكلمات هتبتدي من هنا ورايح يا جماعه. هل هناك قبل ما الزملاء من الجهاز المركزي يستأذنوا، هل هناك أي من يريد مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات؟ احنا قاعدين مع بعض نناقش كل المواضيع المالية وغيرها. حد من الزملاء له كلمة أو مناقشة أو استفسار من الجهاز المركزي؟ السنة الجاية بقى، دي السنة الجاية يعني 14 غير خاص بالزملاء. لو عايزين يقعدوا معانا ينورونا، هم احرار، بس الجزء الخاص بمسؤوليتكم خاص ب 2013 احنا شاكرين ليكم جدا بخصوص. حد عاوز قبل ما ننتهي، عاوز كلمه؟ في ورقه موجوده هنا على السلم، ياخد ورقه ويكتب اسمه ويطلع يتكلم على المنصه. هنبدا بالجمعيه العموميه. احنا كده خدنا اعتماد ميزانيه 2013 خاصه بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهنبدا بالجمعيه العموميه العاديه لنقابه اطباء مصر. في مواضيع كثيره وفي ناس كثيره طلبت كلمات، فاحنا هنبتدي. دكتور محمد بعد اذنك، الجزء المالي علشان يغلق. دكتور خالد عنده حاجه في الجزء المالي، بس احنا هنرجو، احنا عندنا حضرتك عارف الجدول اللي اقرناه في مجلس مع بعض، هو جدول مثقل، حق حضرتك انك تعلق على الجزء المالي.